بتحبي يا روشان المكرونه؟ اه. طب هنعملها بقى النهارده بصوص البيستو كده، هنعملها لونها جرين. ايه البيستو ده؟ ايه البيستو ده يا روشان؟ ماشي؟ يعني ايه البشاميل؟ بصوا صوص البيستو الاساسي بتاعه الريحان، وبنعمل معاه سنوبر الكلام ده، بس احنا عاملينه النهارده بطريقه موفره، وفي نفس الوقت مدخلين فيه شويه سبانخ، يعني مغيرين شويه في صوص البيستو. سلام. بس يعني مش بالطريقه الاوريجينال بتاعته، فالنهارده مستخدمين سبانخ وريحان. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيها مع بعض. يلا بينا. عندي مكرونه شرايط، وعندنا كمان ريحان، وكوبايه سبانخ، وجبنه شيدر او موتزاريلا المتوفر عندنا في البيت، وعندي 2 مكعب مرق، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، و2 معلقه كبيره زيت، وكوبايه كريمه، و2 معلقه دقيق، وكوبايه ونص لبن. تعرف تقرا المقادير يا ليلو؟ طبعا 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 يا جماعه، معانا النهارده مكرونه بصوص البيستو، وهتاكلها معانا روشان. مكرونه شرايح، وكمان معانا ريحان، وكوبايه سبانخ. السبانخ مفيده جدا يا اصحابي، كلها حديد. جبنه شيدر، موزاريلا، 2 مكعب مرق، معلقه كبيره ثوم مفروم، والثوم كمان مفيد جدا يا اصحابي، ان هو بيطلع كل الحاجات اللي مش كويسه في المعده. وكمان معانا معلقه زيت، 2 معلقه زيت، كوبايه كريمه، كريمه مختار، ومعانا 2 معلقه دقيق، وكوبايه ونص لبن. يا سلام. ايه تاني؟ ومليكا معانا كمان على التليفون عشان تكلم ليلو وروشان. مليكا؟ اه. الو الو يا مليكا، يا مليكا، بص يا مليكا، هنحط الريحان والسبانخ كده لحد ما تردي علينا. الو الو هي ايه دي؟ صاحي من النوم ولا ايه؟ اهي يلا رد عليها. ايه ازيك يا مليكا؟ يا مليكا، مليكا مكسوفه. وطي صوت التلاجة واسمعينا من التليفون لو سمحت يا مليكا. هتكلمنا تاني مليك. بصوا حطينا بقى في الكبة روشة، حطينا السبانخ وحطينا الريحان، وهنحط كمان شوية جبنة موتزاريلا، واحنا بنعمل الصوص بتاعنا. وخدوا بالكم يا اصحاب، المارشميلو شغال، والناجتس يا سلام بعد ما اتقلب بقى تحفة. هنعمل 3 حاجات النهارده كده حلوين قوي. شوف اسماء ده، احنا جامدين قوي. هنعمل حاجات حلوه قوي، والولاد هيحبوها يا ليلو جدا. لو 3 اطباق صراع كمان. هجيب الزيت من ورا يا ليلو. الزيت رجعت تاني عشان يمشي مع الكبه، صح كده؟ بالظبط. مين هيكلمنا تاني؟ دلوقتي مالك اكتر واحد جاب المسابقه. الريحان والسبانخ والجبنه الموتزاريلا وشويه زيت، وخد مليكه رجعت تاني يا ليلو. الو 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 ازيك يا مليكه؟ الحمد لله. كم سنة يا مليكة؟ ايه قالت ايه؟ ثمانية. ايه ثمانية سنة والله؟ ثمانية سنة. قولي له يا روشة، مش عارفة في ايه يا روشة، مش عارف. ارفع الاريانين. ازيك يا مليكة؟ انت بتعمل ايه؟ احنا بنعمل ناجتس، وبنعمل مارشميلو، وشيف اسماء عاملة لنا مكرونة بصوص البيستو جميلة جدا. انا عايزة حتة. عايزة حتة ايه؟ يلا هنعمل لك. باكل الناجتس كله لوحدي. مليكة. نعم. قولي لي اسم بنت بحرف الميم من غير اسم مليكة. مروة. مروة. اسم ولد. برافو عليكي. محمد. حد بيغششك. اسم نبات. نبات. ملوخية. ملوخية بالتقلية. اسم بلد. مصر. اسم حيوان. ما احنا قلنا بحرف الميم قبل كده. ميرسي يا ملوك. بسرعه اسم حيوان بسرعه. مونكي. ايه؟ مونكي. مونكي مونكي مونكي. يا النصاحه عربتها مونكي. بس نحسبها كده، جابت 5. برافو 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 مليكة. تعالى بقى نضرب الريحان والسبانخ والجبنه والزيت. نصحى قوي مليكة. مونكي. تمام. جميله قوي يا شيخ اسماء الخلطه دي. بص اديها بقى تقليبه كده. مفيده قوي يا شيف اسماء الخلطه. دي معلقه كده من جنبك يا ليلو. يا سلام. عامل يا سيست. ونقلب كده عشان نتأكد. السبانخ والريحان والموزاريلا والزيت. بالظبط كده، هقلبهم كده، اتاكد ان هم اتقلبوا مع بعض عشان عايزاهم. عايزاهم ناعمين خالص، عايزه ناعم خالص الخليط ده. تضربي حد في المدرسه؟ احنا بنضرب في الكبده. انت تضربي في المدرسه واحنا نضرب في الكبده. لا ما تضربيش حد، اسمعيش كلامه. شاطره. انا بس بختبرها.
يلا كده. مين صحابك في المدرسه يا رشا؟ ما عنديش ايه رشا. بتعملي ايه رشا في البيت؟ قولي لي بتعملي اكل ايه؟ عندي صحاب في المدرسه. بلعب. بتلعبي في البيت؟ امال في النادي بتعملي بتذاكري؟ لا ما هو بتلعبي ده اساسي. امال بتذاكري في النادي ولا ايه؟ لا بص لهم هنا. يا سلام. بتعملي ايه قولي لي؟ بتدخلي المطبخ كده تعملي شويه حاجات؟ طب قولي لي كده ما تحكي لي بتعملي ايه؟ واحنا شغالين في المكرونه. يلا بينا. بعمل مكرونه بالصلصه. بتعمليها ازاي كده قولي لنا؟ بجيب المكرونه وبسلقها في الميه. برافو. وبحط زيت عليها وملح. الميه ما بتعملش اكل شكلها صح؟ معتمد عليكي يا ماما. بتحط زيت زيت معتمد مستغلين روشي صح؟ يا سلام. بقولها بتحط زيت في المكرونه ليه؟ بتقول عشان تستوي. يا سلام. ايه تمام؟ بتحطي الميه وبعدين بتحطي أيوة. المكرونه تستوي. الصلصه بقى بعملها بالصلصه. تمام. وبعد كده بحط عليها زيت وبحط عليها التوابل. برافو عليكي. وبقلبها لحد ما تستوي. برافو عليكي والله. المفروض نبعد عن النار عشان النار بتخطر جدا. انا خدها لي جنبك كده. حاجه في الزيت. انا حطيت خدها جنبك، خدها جنبك شويه عشان ما تطرطش عليها. ارتحت حياتك. مين هيكلمنا تاني يا اصحابي؟ بسرعه بسرعه اللي صاحي يكلمنا بسرعه. الارقام اللي قدامكم. يا سلام احنا بنشوي يا جماعه. اللي صاحي بسرعه بسرعه يكلمنا على الارقام اللي قدامنا بسرعه يا اصحابي عشان يطلع معانا الحلقه الجايه. قول يا شيف اسماء. حطيت الثوم كده يا ليلو. يا سلام. على الزيت ومكعب الزبده بالشكل ده. يا سلام. ده. ايه رايكم في الريحه؟ وهبدا بقى احط يا ليلو. هما مش شامين اللي قدامنا مش شامين. بص يا ليلو احنا هنربط كده الصوص شويه بشويه دقيق عشان يمسك مع بعض. بالظبط. معلقه دقيق واحده مش اكتر من كده. هقلبها مع الثوم وال والزبده والكلام ده كله. وبعدين ننزل بعدين هنزل بالسبانخ والريحان والجبنه اللي احنا عملناها. الله 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 يا خديجه. ديجا يا ديجا. الو ازيك؟ الله صوتها واضح ازاي؟ ازيك يا فطرانه دي؟ صاحيه من بدري دي فطرانه دي. يا ديجا احنا إيه معاكي. حسدناها ولا ايه يا ديجا؟ الو حبيبتي احنا معاكي. خديجه. الو بنقولك يا خديجه ولا يا خديجه؟ خديجه. خديجه عندك كام سنه يا خديجه؟ تسعه. تسع سنين. هي قد انت عندك كام سنه؟ تسعة ونص. تسعة ونص الا خمسه. خديجه هنلعب مع بعض اتوبيس كومبليت. عايز خمس حاجات بسرعه. اسم بنت بحرف الخاء من غير خديجه. خلود. خلود. ولد. جاهزه. خالد. خلود وخالد ناصحين قوي. نبات. نبات خس. وكان في خوخ خس. بلاد. بلاد خرطوم. يا بنتي الايه مع انها اسمها الخرطوم بس يلا ماشي خرطوم. عايز حيوان. حيوان خرطيس. وانت اقول خروف. برافو 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 خديجه. برضو خديجه برضو شاطره جدا. ممكن تبقى معانا الحلقه الجايه عشان جاوبت الخمسه مع بعض. هتسيب بياناتها وان شاء الله هنتواصل معاها. برافو خديجه. تاكلي ايه النهارده يا خديجه؟ انا عاوز برنامج عندكم. حاضر يلا سيبي بياناتك في الكنترول. ارجعي لهم سيبي بياناتك وان شاء الله تبقي معانا في حلقه. تطلعي معانا هنا تاني. هتاكلي ايه النهارده يا خديجه؟ نعم ماما هتعمل لك اكل ايه النهارده؟ تعملي مكرونه سباكيتي. هو النهارده كل يوم مكرونه. خليتهم يعملوا مكرونه كلهم النهارده يا شيخ. ما هو تعالى بقى نشوف عملنا المكرونه كمان ازاي. النهارده بنعمل بيستو. خليها تعمل لك بيستو. قول لها يا ماما لو سمحت عايزه مكرونه بصوص البيستو. تعالى نقول لها بقى هنعملها ازاي. يلا بينا يا خديجه. بصوا حطينا الزبده والزيت وبعدين حطينا فص الثوم وبعدين معلقه الدقيق. ربطنا مع بعض كل الكلام ده وبعدين نزلنا بالخليط اللي احنا حطيناه في الكبه. تمام. وبعدين هحط الكريم. الله الله المنظر. شايفين المنظر يا اصحابي؟ شايفين لونها حلو ازاي؟ يا سلام. اكله ايطاليه دي يا شيف اسماء. منشأها الاصل ايطاليا؟ بص كل الباستات معظمها بيبقى ايطالي. موطنها الاصل ايطاليا. صوص البيستو بس هو ما بيتعملش كده برضو عشان نبقى قايلين ان ده مش الطريقه بتاعته. أيوة الاساسيه طبعا. بس احنا ممكن بيتعمل بالريحان والصنوبر بس احنا عاملينه بطريقه لطيفه ومفيده للاطفال. عاملين فيه سبانخ وعاملين فيه ريحان ونقدر نعمل فيه عين. نحط معاه عين جمل مع الجبنه اللي احنا برضو حطيناها. بص شايفين الجبنه كمان مديله مطه كده حلوه جدا. ممكن في الصوص نفسه واحنا بنعمله في الكبه. انت بتاكلي عين ايه؟ ايه عين الجمل؟ بص كل الحاجات المفيده للولاد ينفع نحطها. ايه المعلومه اللي هي اللي يعني عين الجمل؟ ايوه عشان فيها اوميجا 3 والحاجات دي. يعني عين الجمل بس انا بسالك تعرفي يعني عين الجمل؟ لا ما باكلش. هنحط عين الجمل في المكرونه ازاي؟ انت مش عارفه؟ في نبات اسمه عين الجمل.
نبات؟ اه يا فطومه. بص بقى دلوقتي هنحط المكرونه وانت بتاخد فاطمه يا روشان. ما تردي على فاطمه، قولي الو. الو الو اللي ازيك؟ ازيك؟ تعرفي كده عليها. عامله ايه؟ صوفيا عندها كام سنه؟ ونقعد مليك كل شويه؟ قولي لها عامله ايه؟ كلمينا تاني يا حبيبتي. كلمينا تاني. ها عرفتي ايه هو عين الجمل؟ عين الجمل ده شفتي؟ طيب زمان كان زمان ايه؟ انت فيش زمان عندك؟ فيش زمان. لا يا لسه اول امبارح. ما فيش زمان. كان في كرتون اسمه السناجب. السناجب كده بياكلوا بتاع كده صغير كده بوز، يعني حاجه شبهه كده، اسمه عين الجمل كده، بيتكسر يطلع جواه. ما بحبش المكسرات. ما بتحبيش المكسرات؟ ولا كاني قلت حاجه. هو بقى دي من الحاجات، ما احنا بندخلها للاطفال اللي مش بتحب المكسرات يا روشي، احنا بندخلها كده في الاكل من غير ما تاخدوا بالكم يعني. بنضحك عليكم. بنضحك عليكم يعني يا روشي. روشي قولي لي بتعملي ايه تاني غير المكرونه؟ اه خلاص احنا خلصناها، هنبدا خلاص نغرفها. بعمل سلطه. بتعملي سلطه ايه قولي لي؟ لا سلطه عاديه بالخضار. ايه بتحطي فيها ايه؟ بتحبي تحطي فيها ايه؟ حاجات مختلفه يعني، مثلا فلفل الوان. ايوه زي البقدونس، جزر. شاطره والله، برافو عليك. انت عارفه ايه هي افيد حاجه في السلطه؟ ايه قولي كده، انا بسالك ايه هي افيد حاجه في السلطه؟ انا بحط حبه ملح. جايب بالونات يا ليلى النهارده معاك؟ معانا بالونات بس سيتها بره في العربيه، عربيه البالونات. ينفع يعني ليلى؟ عربيه البالونات بتاعتي، فالبالونات طارت كده وخدت معاها العربيه. المهم بس اهم حاجه في السلطه ايه؟ يعني طبق السلطه اهم حاجه فيه ايه؟ الجزر عشان بيقوي النظر. الجزر عشان بيقوي النظر. يا سلام، دي اغنيه دي ولا ايه؟ سامعين روشي ولا خليها تعلي صوتها شويه؟ دلوقتي يا اصحابي احنا عملنا مكرونه بصوص البيستو والمارشميلو شغال، ودلوقتي شيف اسماء بتقلي الناجتس اللي احنا عملناه في قبل الفاصل. تعالى بقى نقدم كده المكرونه. يا سلام. حاسبي بسرعه، ابعدي. انا هخليكي بقى تساعديني. انقذت حياتك. شايفين يا اصحابي؟ انا مش قادر اقول لكم يا اصحابي الريحه عامله ازاي. الريحه تحفه. احنا عملنا ثلاث اطباق بسرعه جدا. شوف اسماء دي شاطره جدا. ايه ده؟ ايه السرعه دي؟ بصي بقى يا روشا، انت هتساعديني صح؟ بسرعه. طيب اكيد. بصي يا ليلو، حط لنا دول كده ورا عشان تفضي الدنيا. يا سلام. ونجيب الطبق اللي احنا هنقدم فيه المكرونه. طبق التقديم. يلا بينا. جاهزين يا اصحابي؟ مين دلوقتي بسرعه 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 صاحي ويشوف الارقام اللي قدامه على الشاشه ويكلمنا عشان يطلع معانا الحلقه الجايه. لغايه دلوقتي خلود اكتر واحده جاوبت الاتوبيس كومبليت. عايزه بوله فيها ميه يا اسلام، بوله صغيره. بصوا بقى، انا هحط المكرونه وهسيبك تزيني. ماشي؟ ازيني. هتزيني؟ هقول لك يعني. بصي احنا هنحط. يا سلام، شايفين اللفه يا اصحابي؟ لازم نلفها كده عشان نجيب بس صغير. شوكه يا ام ادم. ام ادم دي جارتنا. ازيك يا ام ادم؟ واحده في حتتنا. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ادم بيتفرج؟ طب اهو بيقول لك يا شيخه. حبيبي. ليلو بقى، شايف ليلو؟ ادم يا ادم. هنعمل ايه؟ بقول لك حبيبي. انت اللي حبيبي يا روحي والله. ادم بيكلمني كل يوم. الايه؟ ممكن استاذنك توطوا بس؟ قولي لي كده، انا معاكي. اهو جزر بيقوي النظر. ايوه، ما عشان كده جبتهولك. شوف اسماء سامعيني؟ ماكينه الحلاقه دي ولا ايه؟ الصوت مش واضح. طب حاولي تكلمينا تاني يا ام ايده. بصي بقى يا روشي، احنا هنعمل شعر للمكرونه بتاعتنا. طب ما هي المكرونه عندها شعر. ايه ده؟ هنعمل كده شعر اهو. بصي كان ده فيس كده. وهنعمل شعر. يا سلام. بالجزر. بنزين الطبق. بنزين الطبق للاطفال. بالظبط. تعالي بقى يلا حطي كده، اعملي له الشعر بتاعه بالجزر. شعره لونه اورنج. عايزه شعره ايه؟ طويل؟ ما هو وشه لونه اخضر. نعمله زي شعر ليلو. ايه ده؟ انا شعري لونه احمر. ما عندكمش جزر احمر؟ لا مفيش. هي دي ايه؟ هو في قولي له، هو في جزر يعني كده؟ شوف اسماء، هي دي ايه؟ احنا دي ليلو، ما تمسكش الحاجات بتاعت الكبار دي يا ليلو. انا حاسس ان الحلقه دي، لا يا ليلو دي بتقشر بيها فهي فيها سكينه، فعشان ما تعورش نفسك ما تعملش كده تاني يا ليلو. دي اصحابي اللي بنقشر بيها الخضار، نشيلها بقى. بصي بقى نعمل له ايه؟ نجيب كده نعمل رجل كده. رجل؟ نعمل له بقى ايه؟ اهو كان في شخصية في فيلم ذا مابتس هنعمل عاملة كده بالظبط.
عايزه ايه؟ عايزه نعمله ايه تاني؟ ايه؟ طيب ماشي اهو، ناخد دي مثلا نعمل له الايد بتاعته. تمام، ناخد واحده شبهها يا روشي. مش لازم الناجتس يا جماعه شغال اهو. جميل، اعملي له يلا ايده الثانيه حطيها. طبعا ناخد بالنا يا اصحابي جدا جدا واحنا شغالين في الزيت. الناجتس حلو قوي يا شيف اسماء. جميل جدا. نعمل له بق هنا. ماشي، مين هيكلمنا تاني؟ نعمل له اتنين عين. ايه ده، هو اتنين عين؟ اتنين عين. اربعة لو سمحت، انا عايز اربعة. انت اتنين وانا اتنين. بصي مش انت روشان؟ هنحطها اهو. حلو كده يا روشي؟ طيب تعالوا نعمل واحد كمان تاني. بتعمل ايه يا ليلى؟ انا بقلب الناجتس. بس خلي بالك الزيت يا ليلى. ما لسه قايل هذه المعلومة. خلي بالك الزيت لسع. هذه المعلومة جيدة. لا ما انا كبير. انا كبير، عندي 9 سنين، 9.5 إلى 5. مين هيكلمنا يا اصحابي؟ بسرعه بسرعه، الارقام اللي قدامكم بسرعه. تعالي نعمل طبق كمان يا روشا. يلا بينا. يلا، احنا النهارده عملنا حاجات حلوه قوي قوي يا شيف اسماء. وايه السرعه اللي احنا فيها دي يا شيف اسماء؟ احنا سرعه قوي، سرعه جدا، ومش محتاجين اي وقت. هناخد برده شويه مكرونه كده يا روشي، والناجتس كمان ممكن بقى ايه نقوم احنا نغطسها في الكاتشب. انا ما بحبش الكاتشب. ما بتحبيش الكاتشب؟ برافو عليكي والله، والله برافو عليكي. اخيرا لقيت حد ما بيحبش الكاتشب زيي. ليه يا شيف اسماء؟ ده كاتشب حلو جدا. بس انا مش عارفه برضو، انا ما بحبوش برضو. ممكن نعمل ايه؟ نوضب بيه سننا. مش كلامه، هو بيعمل حاجات نوتي. بس احنا ممكن نعمل الكاتشب في البيت. طبعا هنعمله مع بعض ان شاء الله. ده الكاتشب في البيت جميل. هنعمل ودنين، نعمل ودنين كده. بالناجتس. ايه رايك؟ حلوه؟ يا سلام. طيب. نجيب مناخير بقى اهي. ماشي، خدي. طيب اعملي له انت مناخير بالجزر او بالجزر. ماشي اهو اهو، اطلع الناجتس. حلو كده. بعد كده ما تاكليش غير والاكل معمول كده. قولي لماما بقى مش هاكل بعد كده غير الاكل. مش قادر اقول لكم يا اصحابي. بصوا شايفين الناجتس بعد ما تعمل الباستا هي بتاعتها اللي بتطبخها بعد اذنك. خليها تعمل كده. هو انت جايبه مامتك معاكي يا روشان؟ ايوه، امال جايه لوحدها؟ ولا انت جايه مع ماما؟ امال جايه ماشي. مش معاكي عربيه؟ لا، مش جايه لوحدها. مش بتسوقي لوحدك؟ ما انا عندي 9.5 إلى 5. لسه صغيره. ما ينفعش تطلعي رخصه يعني؟ لا لا ما ينفعش. اصحابي عايز اقول لكم الناجتس شكله تحفه جدا. شايف اسماء؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ دهب ازاي؟ دهبي. حلو جدا. ده الناجتس اهو اللي احنا عملناه. شايفين كريسبي قوي ودهب. ولونه ذهبي وحلو قوي. ذهبي عيار 18. 24 24 24. بصي بقى يا روشا، احنا كده خلصنا الناجتس وخلصنا الباستا. وليلو بيقلي الناجتس بس مخلي باله. طبعا احنا الخطوه دي يا روشا ما ينفعش نعملها خالص، نسيب بقى مامي تعملها. ماشي، يعني احنا ممكن تعمليها في الكبه وبعد كده تشكلي مع مامي الحاجه وتسيبيها تقليها هي. ماشي.